مجلس الوزراء امبارح عمل اجتماعه الأسبوعي ووافق على 7 قرارات مهمة، منهم مشروع قانون حقوق المسنين واللي بيهدف للعمل على توفير حماية ورعاية المسنين وتحقيق كفالة وحياة كريمة ليهم. أيضا مجلس الوزراء وافق على إصدار لائحة تنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، ووافق أيضا على تعديل بعض أحكام قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بما يسمح بزيادة رسوم العضوية والاشتراكات وفقا للمتغيرات الاقتصادية.